sincèrement, l'équipe algérienne, elle a combattu. Elle a combattu. L'arbitre, il a raté deux pénalties. Deux pénalties. Même le match précédent, également, un pénalty. المدرب دابور واش فهمني انت قول لي واش من الخطه كاسك شون طون بار خطه لا تكتيك هما اللي كانوا يفورسي ويصدم الى جو سي با الخطه انا avant le démarrage du match انا قلت نورمالمون محرز وبالليلي كان يدخلهم كان يدخلهم انا نهضر هكذا شوف السلام عليكم بون سكتونا عم دقيقه باكس سمحوا لي دقيقه باك يا خلاص يا سمحوا لنا دقيقه يا رجال سمحوا لنا دقيقه بون السلام عليكم اليوم مقابله اليوم بالفريق الوطني انا ما عجبونيش اليوم بلدي هذه الحقيقه ما كاش ان تاكتيك لا كونديسيون لا فيجي بالماضي وشواسا كي دخل بالليلي وسليماني انا امامو ما ندخلهمش واش لعب لك بالماضي اليوم لعب لك 5-3-2 لعب لك 5-3 ما لعب لك كونتر اكا كونتر اتاك هما كانوا خفيف فريق الوطني لا والاخرين ما عندهمش ليكيب بالماضي يا خويا انا واش نقول لك بالماضي لازم خلاص يروح يشوفوا كاش رونتين اللي يعرف يخدم اللي يعرف يحكم اللي يقدر يحكم الافريق فهمتني دوكا رحت لهم باتمو هذه تاع اليوم والله العظيم رحت لهم باتمو يا خوا في الشعب هذا ما يعرفوش شويه البالون يقولك بالماضي بالليلي بالليلي دخل ما واش والو سليماني دخل ما كان والو اشكون عمالة دخل تحت العاصمه هما تاع كوب دافريك هما يفرحون شعب الجزائر جالفور القوة والمناعة من قلب كوت ديفوار شيري يرافقكم في كان كوت ديفوار استمتع بأجواء الكان مع بلاط لوكس الشيبس رقم واحد في الجزائر يتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني كادياس طريقكم نحو الكوت ديفوار رامي الذوق الأمثل في كان الكوت ديفوار تكنونورم يتمنى حظ موفق للفريق الوطني زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر